إذن هو حدثان اليوم، مباراة كرة وأول مباراة على ملعب جديد يحمل رمزية كبيرة، وهي مناسبة بالنسبة إلينا للتعريف بأحد عظماء ثورة التحرير والتحرر. طرحهم على أرواح شهداء ثورة التحرير في شهر الثورة شهر نوفمبر، وللتذكير بأن المجاهد حسين أيد أحمد كان بطلا من أبطال الجزائر، واحدا من رموز الكفاح ضد الاستعمار، زعيما أثناء الثورة وبعدها، حيث التحق شابا بصفوف حزب الشعب الجزائري ثم الحركة من أجل الحرية والديمقراطية. كان مسؤولا عن المنظمة السرية التي رافق فيها الراحل محمد بوضياف. لقد كان من بين التسعة التاريخيين إن صح الوصف الذين فجروا ثورة التحرير، هو ومحمد خيدر وأحمد بن بلة من الخارج، مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد، كريم بالقاسم، العربي بن مهيدي، محمد بوضياف، رابح بيطات، الذين اجتمعوا ونسقوا في عاصمة الجزائر لإعلان الثورة. رشيد مخلوفي الحكم ورئيس الاتحاد السابق بن عيد ذكر واللاعب السابق عبد الحميد مراكشي. Ladies and gentlemen, please stand up for a minute of silence in memory of the former player Sawar and former referee بن عيد ذكر. المناسبة أيضا هي فترة للحظات للتأمل والترحم على عبد الحميد مراكشي اللاعب الدولي السابق، على رشيد مخلوفي اللاعب الدولي الجزائري السابق وأحد صناع الحدث في الكرة الجزائرية، إضافة إلى رئيس الاتحاد السابق السيد بلعيد لاكارن، الذين وافتهم المنية في الأيام القليلة الماضية.